4.4 اللي هو 4.4 1-to-1 correspondence. And inverse function. And inverse function. طيب في عندي definition. الديفينيشن ايش بيقول لي؟ A function if دالة من A إلى B is 1-to-1 correspondence or bijection إذا كانت if is 1-to-1 and on to B. إذا كانت 1-to-1 و on to B بنسميها 1-to-1 correspondence. يعني إذا كانت surjection و injection بنسميها bijection. يعني عشان تكون 1-to-1 correspondence لازم تكون 1-to-1 and on to B. Examples. If دالة من R إلى R such that f of x يساوي 2x زائد 3. طبعا هذه بينا قبل هيك انها 1-to-1 and on to. If is 1-to-1 and on to R. So if is 1-to-1 correspondence. يعني كل عنصر في المجال له صورة واحدة فقط في المدى، وكل عنصر في المدى أو في الكودومين، كل عنصر في الكودومين هو صورة لعنصر واحد في وين في المجال. عشان هيك بنسميها 1-to-1 correspondence، تقابل أحادي بالعربي، تقابل أحادي. الأمر بسيط. كمان example آخر. F دالة من n إلى cross n إلى n such that طبعا هنا أزواج مرتبة ال f of m و n يساوي 2 to the power m ناقص 1 في 2n ناقص 1 then f is a bijection. A bijection يعني 1-to-1 correspondence. أنا بحب أكتب bijection لأن 1-to-1 correspondence بدي أكتب ثلاث كلمات، لكن bijection بكتب إيش؟ كلمة واحدة. proof تبعها هذه موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، أنا مش هتطرق له، اللي بده يشوف في الكتاب يروح يشوفه في الكتاب، مش هتطرق له. أما هذه لازمتني مستقبلا ال fn cross n إلى n إن في بينهن bijection بالعلاقة، هذه لازمتني في شابتر 5، لكن إحنا اللي بده يعني بإمكانكم تطلع عليها في الكتاب، أنا مش هتطرق له برهن. طيب ناخذ عندي ثيرم. الثيرم بتقول لي اذا كانت اف طبعا هي ايه طرقنا لها كتو ثيرمز قبل. اف داله من A ل B 1-to-1 و on to و G داله من B ل C 1-to-1 و on to then G سيركل F من A إلى C هتكون 1-to-1 و on to. طبعا احنا هذه برهناها بنظريتين سابقتين، برهناها في نظريتين سابقتين. طيب في عندي كمان نظرية أخرى ثيرم، خلينا نكتبها بس في الأول هنا. Let F be a function from A to B. 1. If inverse is a function from range f to a, إذا كانت f was f is 1-to-1. يعني الآن بيقول لي الشرط اللازم والكافي لإذا تكون ال f inverse exist هو أن تكون ال f مالها 1-to-1، إنها تكون ال f 1-to-1. هتكون من وين ال f inverse؟ من الرينج تبع ال f لل a، من الرينج تبع ال f لل a. إذا كانت ال f inverse function 2، إذا كانت ال f inverse function برضه لازم تكون f inverse is 1-to-1. الـ f inverse لازم تكون ايش؟
1 to 1. Proof. هنا في عندي فندول اف بنقول اول حاجة اذا كانت الاف انفرس فانكشن نثبت انها ايش اف 1 تو 1 وبعد الثانيه اف 1 تو 1 نثبت ان الاف انفرس از ا فانكشن يبقى واحد لان واحد وي بروف اف انفرس از ا فانكشن يؤدي ذلك ان الاف از 1 تو 1 يبقى بدي اثبت انا الاف انها 1 تو 1 طيب بدي اجي اقول انا كيف بدي اثبت انها 1 تو 1 بقول بالله اكس وواي بتنتمي للإف وزد وواي بينتمي لمين؟ للإف و وزد وواي ينتمي للإف يؤدي ذلك لازم أثبت أن الإكس بده يساوي إيش؟ زد هي نفس الواي تساوي الإف أوف زد والواي تساوي الإف أوف إكس لازم الإكس يساوي زد الآن بيؤدي ذلك أنه الآن الواي وإكس بتنتمي لمين؟ للإف إنفرس وإيش؟ والواي وزد بتنتمي لمين؟ للاف انفرس. الاف انفرس احنا قلنا ايش؟ انها فانكشن. Since اف انفرس is a function لازم الاكس يساوي زد. Then اكس يساوي زد. ليش؟ لانه انا عندي هنا ممنوع يظهر كمسقط اول الا مره واحده الا اذا كان الاكس بده يساوي الزد هنا وبالتالي لازم الاكس بده يساوي الزد. لأن الـ F inverse هي function وبالتالي so F is 1 to 1 الآن الاتجاه الثاني conversely assume إيش F is 1 to 1 بدنا نبين الـ F inverse هي function الـ F inverse function إيش بده يكون عندي هنا الـ X مثلا و Y بينتمي للـ F inverse والـ X و Z بينتمي للإف إنفرس يؤدي ذلك إنه واي وإكس تنتمي للإف بنفس الطريقة وزد وإكس تنتمي إلى الإف since إف is 1 to 1 then اللي هو الإكس بدها تساوي الواي بدها تساوي زد واي بدها تساوي إيش زد and so إف is If inverse is one is a function, and so if inverse is a function, يبقى الآن الشرط اللازم والكافي لكي تكون الدالة أو الانفرس تبعها اقتران أن تكون one to one. من وين بدي يكون الاقتران؟ من رينج ال f إلى ال f inverse. من رينج ال f إلى إيش؟ إلى ال a. من رينج ال f إلى a. الثانية اف اف الجزء الثاني exercise بسيط بنفس الطريقة بنفس الطريقة بنفس الطريقة اللي هنا ما في أي شيء جديد يقبل اف انفرس كمان إذا كانت موجودة كاقتران فكمان هي أيضا ايش 1 to 1 هي أيضا 1 to 1 الآن في عندي نظرية النظرية ايش بتقول لي بتقول لي theorem let f دالة من a إلى b and g دالة من b إلى a a g بتساوي f inverse إذا وفقط إذا كانت ال g circle f بدها تساوي ال i a and ال f circle g بدها تساوي ال i b الفرع الثاني إذا كانت f 1 to 1 and onto then g بتساوي f inverse if and only if g circle f تساوي i a or if circle g تساوي i b طيب هناك لاحظوا انه هنا في انت في الاولى والثانيه فيها ايش فيها اور هنا بتكفي واحده لكن هنا لازم يكون ايش التنتين بروف نمسك الاولى الان والاسيوم جي تساوي الاف انفرس جي بدها تساوي ايش الاف انفرس معناته الكلام سو الاف انفرس هتكون من وين لوين من بي الى الاي الان احنا عندنا قبل نظريه سابقه اللي هي 2.44 لكن خلينا بدون النظرية بنقول let x ينتمي x ينتمي إلى a then there exists y such that إنه ال x و y بينتمي لمين لل f طيب x و y بينتمي لل f معنى الكلام إنه ال y و x تنتمي لل f inverse أنا عندي هنا ال y تساوي ال f of x ال y تساوي ال f of x يؤدي ذلك إنه ال f of x والx بتنتمي لمين للf inverse معنات الكلام الf inverse بدي اشغلها على مين على الy اللي هي الf of x هنا
ال f of x ايش بتساوي؟ بتساوي x، معناها انه ال f inverse circle f يساوي ال IA، ال IA لانه هنا الدومين تبع هذه A والدومين تبع هذه هو ايش؟ هو A. او خلينا نزود هيك x يساوي IA f inverse circle f لل x يساوي اللي هو ايش؟ IA لل x، يؤدي ذلك انه ال f inverse circle f يساوي ال IA. بنفس الطريقة بنشتغل على مين؟ على الجزء ايش؟ الثاني، على الجزء الثاني. يعني الاف انفرس سيركل اف بيساوي اي اي، بنفس الطريقة بنجيب اف سيركل الاف انفرس هنوصل الى اي بي. الان الكونفرس اسيوم ايش؟ انه جي سيركل اف بيساوي الاي اي، اند اف سيركل جي يساوي الاي بي. الان عندي انا ايش؟ ال IA 1 to 1 and onto، وهي السيركل تبع مين؟ الجي والاف، يقبل اف 1 to 1 والجي onto. Since IA is a bijection then f is 1 to 1 and g is onto A. كمان بنفس الطريقة النظرية السابقة هذه، since F circle IB الآن IB is كمان 1 to 1 then G is onto and G is 1 to 1 لأن first applied هي إيش؟ هي التي تطبق أولا، تطبق أولا هي إيش؟ ال 1 to 1 and F is onto B. F onto B. طيب معناته الكلام so if و g are a bijection، التنتين مالهم bijection. bijection يعني بريحني على الآخر. الآن f inverse تساوي ال f inverse circle i b. الآن اي بي ايش بدها تساوي؟ تساوي اف سيركل جي، تساوي الاف انفرس سيركل الاف سيركل جي، وتساوي الاف انفرس سيركل اف سيركل جي. طبعا هذه عبارة عن اي اي تساوي اي اي سيركل جي، تساوي في الاخر ايش هتطلع لي؟ هتطلع لي اللي هي الجي. فالاف انفرس ايش ساوت؟ ساوت اللي هي ايش؟ LG. وبهيك بكون انتهى ايش؟ الجزء الاول من النظرية. نشوف الجزء الثاني اللي يعني الفرع B. فرع B النظرية ايش بتقول لي؟ بتقول لي انه اذا كان ال F is 1 to 1 and on to B then G بتساوي F inverse F and all F G circle F يساوي IA or F circle G بتساوي IB. طيب احنا في الاول الجزء الاول يعني قلنا جي تساوي اف انفرس اف اند اول اف جي سيركل اف تساوي الاي اي اند اف سيركل جي تساوي اي بي. الان الجزء الاول الفيرست امبليكيشن اللي اف اف از 1 تو 1 اند اون تو بي ذن جي تساوي اف انفرس يؤدي انه جي سيركل اف يساوي اي اي اور اف سيركل جي تساوي اي بي. هذا جاي من وين؟ من الجزء الاولاني لانه عندي اند والاند اقوى من الاور وبالتالي هو ايش؟ تلقائيا. احنا بقى ان نثبت انه لو كان الجي سيركل اف بيساوي اي فان الجي بدها تساوي الاف انفرس، لو كان الاف سيركل جي بده يساوي اي بي بدنا نثبت برضه انه الجي بدها تساوي ايش؟ الاي انفرس. يبقى ذا فيرست امبليكيشن، ذا فيرست امبليكيشن لو هيك فروم بارت واحد. الان كونفرسلي F من A إلى B 1 to 1 و on to then ال F inverse من B إلى A 1 to 1 و on to. الآن بدنا نثبت إنه إيش؟ ال G إذا كانت بنثبت إنه ال G circle F إذا كان ال G circle F بيساوي I A فإن ال G بدها تساوي ال F inverse. يبقى assume ال G circle F
يساوي الـ IE. الآن D سيركل F بيساوي الـ IE. يؤدي ذلك إنه G سيركل F سيركل الـ F انفرس إيش بيساوي الـ IE سيركل الـ F انفرس. طيب يؤدي ذلك، طبعا عارفين انها ايش التجميعية، جي سيركل الاف سيركل الاف انفرس تساوي الاي اي سيركل الاف انفرس هي الاف انفرس. طيب يؤدي ذلك انه جي سيركل هذه الاف سيركل الاف انفرس هي الاي بي، وهذه مرت علينا قبل هيك، الجي سيركل الاي بي يساوي الاف انفرس، معناته يؤدي ذلك انه جي تساوي ايش الاف انفرس. نفس الكلام الان اف الثانية اللي هي ايش F سيركل G يساوي IB، ثانية F سيركل G تساوي ايش ال IB. Then F inverse سيركل ال F سيركل G بيساوي ال F inverse سيركل ال IB. طبعا F inverse لسيركل IB اللي هي ايش ال F inverse. يؤدي ذلك ان ال F inverse سيركل F سيركل جي يساوي الاف انفرس، هذا طبعا اللي هو الاي اي سيركل جي يساوي الاف انفرس، يؤدي ذلك انه الجي تساوي الاف انفرس. يبقى في البوث كيسز طلع لي انه الجي بدها تساوي الاف انفرس، وبهيك انتهت النظريه، وبهيك انتهت النظريه. ناخذ اكزامبلز على النظريه الان. الاكزامبل ايش بيقول؟ let f دالة من r إلى r such that f of x يساوي 2 x زائد 1 such that f of x بتساوي 2 x زائد 1 and g دالة من r إلى r such that إنه ال g of x بدها تساوي اللي هي المعكوس تبعتها x ناقص 1 على 2 show that g تساوي ال f inverse. solution تبعها طبعا انا عندي f 1 to 1 and on to f is 1 to 1 and on to هذه برهناها برهنا زائد بالضبط 2 x زائد 3 الداله الخطيه. يبقى الان بكفي انا اقول اجيب j سيركل f او f سيركل j يطلع لي اللي هو ال IR ل X اللي هي ال X يعني. لأن مثلا G سيركل F لل X إيش بده يساوي؟ G لل F of X اللي هو إيش بده يساوي الآن؟ G ال F of X عندي 2 X زائد 1 اللي هو بيساوي الآن 2 X زائد 1 بنشيل ال X ونحط بلها 2 X زائد 1 ناقص 1 على 2 اللي هو في الآخر حيساوي ال X. طبعا هي هذه ال IR X بس احنا في التطبيق في بالنسبه لR خلاص x بيساوي x. بنقول therefore by the above theorem g تساوي ال f inverse. example تاني لو كانت f of x تساوي جذر ال x و g of x تساوي ال x تربيع. الآن طبعا هذه F دالة من وين لوين ال F دالة من صفر وما لا نهاية إلى صفر وما لا نهاية. طبعا هذه من R من R ل R. الآن G سيركل F ل X إيش بتساوي الآن؟ G سيركل F ل X إيش بتساوي؟ بده يساوي G ل ال F of X بتساوي G ل جذر الاكس اللي هو بيساوي جذر الاكس تربيع اللي هو بيساوي اكس. ليش انا لا نستطيع انه نطبق او نقول انه الجي هي الانفرس للاف؟ لانه النظريه ايش بتقول لي؟ بتقول لي النظريه بتقول لي اذا كانت اف داله من اي لبي والجي داله من بي ل اي من وين؟ من بي الى الاي. لكن الان الجي هذه ليست داله من صفر وما لا نهايه انما من ار لار،
الجي هذه من R إلى R قلنا عنها، وبالتالي لا يمكن إيش تطبيق النظرية السابقة عليها، بالرغم إنه الإف هنا 1 تو 1، لأنه الجي مش من إيش من صفر ومنهي. لو بدينا من صفر ومنهي بيصير الكلام صحيح، لكن هنا من وين؟ من R، وبالتالي لا يمكن تطبيق. طب طلعت عندي إكس، عشان نكون الأمور أوضح أكثر، لو بدنا نجيب الإف سيركل جي للإكس الآن، نسوي الإف أوف لجي أوف إكس بده يساوي إيش معنات الكلام؟ يساوي ال f of لل x تربيع يساوي جذر ال x تربيع بيساوي القيمة المطلقة لل x ما ساوت x، ما ساوت x، وهذا ليش دليل زيادة على انه ايش؟ على انه هذه ليست الانفست، هذه طبعا واضح انه هذه ليست 1 تو 1، هذه ليست 1 تو 1، وبالتالي هي اصلا لا يمكن ان تكون لها موجودة الانفست. ناخذ مثال اخر. المثال بيقول the function h of x بدها تساوي x تربيع زائد 2 ال x اقل او تساوي 0، 2 ناقص ال x تربيع اذا كانت ال x اكبر من 0، maps r 1 to 1 and on to r، طبعا هي 1 to 1 and on to، prove that h inverse بتساوي k where k تساوي ناقص جذر ال x ناقص 2 عندما ال x اكبر او تساوي 2، وجذر 2 ناقص ال x عندما ال x اقل من 2. ال proof الان انا عندي h of x ايش بتساوي؟ تساوي الإكس تربيع زائد 2 إذا كانت الإكس أقل أو تساوي 0، 2 ناقص الإكس تربيع إذا كانت الإكس أكبر من 0. لو بدي أجيب الرينج تبع كل طرف على حدة، الرينج تبع هذه عبارة عن إيش؟ رينج تبع هذه القاعدة هذه عبارة عن إيش؟ عن 2 وما لا نهاية، لأنه لو عوضت بصفر هيعطيني ب2، أي رقم أقل من الصفر هيتربع وهيصير موجب، وبالتالي هتصير إيش؟ الرينج تبع 2 وما لا نهاية. طيب الرينج تبع هذه الثانية عبارة عن إيش؟ ناقص ما لا نهاية وصفر، ناقص ما لا نهاية وصفر. الآن الرينج تبع الأولى جاي في وين؟ في دومين الأولى، وبالتالي ما فيش إشكالية، هو نفسه. الرينج تبع الثانية برضو جاي في دومين إيش؟ في دومين هذه، وبالتالي ما فيش إشكالية، وبالتالي بقدر أنا أعمل إيش على طول بدون أي مشكلة؟ كي سيركل إتش للإكس، كي سيركل إتش للإكس ايش بتساوي؟ بتساوي ال k لل h of x عندما ال x مالها اقل او يساوي 0، نفس الكلام k لل h of x عندما ال x اكبر من 0. ايش بدها تساوي الان؟ ال k لمين؟ ال h of x عندما ال x اكبر من 0، اللي بتيجي ايش؟ الرينج تبعها في وين؟ في الاولى، وبالتالي معناته الكلام k لل x تربيع زائد 2 وال x اقل او يساوي 0. هتعندي كي لمين؟ للاثنين ناقص الإكس تربيع والإكس مالها أكبر من صفر. هذا إيش هتساوي الآن؟ بدنا نعوض، هاي ناقص جذر بشيل الإكس وبحط بدلها إكس تربيع زائد 2، وفي عندي ناقص 2 إذا كانت الإكس مالها أقل أو يساوي 0. الثانية الآن بشيلها جذر الاثنين ناقص 2 ناقص الإكس تربيع والإكس مالها أكبر من 0. إيش ساوت الأولى الآن؟ ناقص طبعاً إكس تربيع جذر الإكس تربيع، الإكس أقل أو يساوي 0. هنا برضو إيش؟ جذر الإكس تربيع الإكس أكبر من 0. هنا إيش بتساوي؟ ناقص القيمة المطلقة لإكس، الإكس أقل أو يساوي 0. هنا القيمة المطلقة لإكس، الإكس أقل أكبر من 0 يساوي الآن. القيمة المطلقة لإكس عندما x أقل أو يساوي صفر بتعطيني ناقص ناقص x، يبقى هنا في ناقص ناقص ال x اللي هي هتساوي إيش؟ ال x إذا كان ال x أقل أو يساوي صفر. طبعا القيمة المطلقة ل x بتساوي x إذا كانت x أكبر من صفر، يبقى هتساوي x في الفترة أقل من صفر، وحالها تساوي إيش؟ x في فترة إنه x أكبر من صفر، يبقى هذه كلها على بعضها إيش هتساوي؟ هتساوي ال x. يبقى بس k سيركل h لل x ساوت في الآخر إيش؟ ال x، حسب النظرية by the above theorem. ثيرم عندي ال k ال h inverse بده يساوي k، k تساوي ال h inverse، k بده يساوي ايش؟ ال h inverse حسب النظرية السابقة. طيب في عندي الآن جزء جديد اللي هو ال permutation definition. let a be an empty set، a permutation تبديلة of A
is one-to-one correspondence from A to A. يعني التبديلة هي تقابل أحادي من A إلى A. Examples. Let A تساوي اللي هي 1, 2, 3. I A إيش بدها تساوي؟ تساوي مثلا 1 و1, 2 و2, و3 و3. لو فرضنا حاجة كمان T تساوي 1 و2 و2 و1 و3 و3 و S تساوي 1 و2 و2 و3 و3 و1. كل هدول 1 to 1 correspondence from A إلى LA. طيب هي تبديلة، يعني الآن بدل ما أكتب أنا بالطريقة هذه بكتب أنا مثلا IA الاي بدها تساوي بالطريقة هذه. الآن الدومين ماليش دعوة فيه، دائما الدومين هو 1 2 3 1 2 3 1 2 3، فبكتب مين الرينج، يجيب هنا 1 2 3. هذه تبديلة. التي تساوي تبديلة بعد، طبعا الدومين ماليش دعوة فيه، قلنا 2 1 3 2 1 3 بسميها تبديلة. الاس هي بتساوي طبعا 2 3 1 2 3 1، هذه بنسميها تبديلة. طبعا مفهوم سلفا انه الواحد هنا مرتبط بالواحد، والاثنين مرتبط بالاثنين، والثلاثة مرتبط بالثلاثة. هنا الواحد مرتبط بالاثنين، والاثنين مرتبط بالواحد، والثلاثة بالثلاثة. هنا الاثنين مرتبط بالواحد، والواحد مرتبط بالاثنين، والواحد والاثنين مرتبط بالثلاثة، والثلاثة مرتبطة بالواحد. بنسميها ايش؟ بنسميها تبديلة، وتكتب بهذه الطريقة بدلا من هذه الطريقة. في عندي theorem. theorem إيش بتقول للآن؟ let A be an empty set then the identity map IA is a permutation. إحنا قلنا قبل شوي ال permutation of A is one to one correspondence، وإحنا قلنا قبل هيك إنه ال one ال IA هي one to one correspondence. يعني ال permutation لو بدي أشيلها على المجموعة A وأكتب one to one correspondence أو bijection بيمشي الحال، وبالتالي كل النظريات هذه أخذناها قبل هيك. The composite of permutations of A is a permutation of A، لأنه ال composite لل one to one correspondence هو one to one correspondence of A. The inverse of permutation برضو حيكون هو إيش؟ a permutation. طبعا one to one ال inverse correspondence حتكون برضو one to one correspondence. كل النظريات أخذناها، بس غيرنا ال one to one correspondence on A إلى permutation on A. If F is a permutation of A, then the F circle I A بتساوي I circle F بتساوي I A. الخامسة، if F is a permutation of A, then F circle F inverse بتساوي F inverse circle F بتساوي I A. نفس الكلام سابقا، if F and G are permutation of A, then G circle F، G circle F permutation، والانفرس permutation permutation، ومن العلاقات قلنا F G circle F inverse بتساوي F inverse circle الجي انفرس. الآن ناخذ مثال. let A تساوي 1 2 3 4 و T تساوي 2 4 3 1 وال S تساوي 2 3 1 4. طيب الآن بده ايش؟ find T circle S و S circle T و T inverse وال S inverse. solution، انا ممكن اقول والله ال S عبارة عن ايش؟ خلينا نعملها هنا. ال T تساوي أرجح على أصل هذه هي 1 و2 و2 و4 و3 و3 و1 و1 والإس تساوي، وين الإس؟ 2 و1 1 و2 برضو 1 و3 2 و3 اللي في المركز الثالث تي 3 و1 بعدين 4 و4. طيب لو انا بدي اجيب الاس سيركل تي، بدي نجيب اس سيركل تي مثلا، اس سيركل تي بدي ابدا من عند مين؟ من عند التي. الواحد راحت للاثنين، والاثنين راحت للثلاثة، يبقى ايش تعطيني هنا؟ 1 و3. الواحد راحت للاثنين، والاثنين راحت للثلاثة، 1 و3. طيب الان الاثنين راحت للاربعة، الاربعة راحت لمين؟ للاربعة، يبقى تعطيني 2 و4. الثلاثة راحت لمين؟ للثلاثة. الثلاثة هنا بتروح لمين؟ للواحد، يبقى 3 و1. الواحد راحت لمين؟ للواحد. مش مظبوطة هذه، مش 1 و1، هذه 4 و1.
الأربعة راحت لمين؟ للواحد. الواحد راح لمين؟ للاثنين. يبقى أنا أربعة واثنين، أربعة إيش؟ واثنين. الواحد راحت لاثنين، واثنين راحت للثلاثة، ماشي الحال. اثنين راحت للأربعة، والأربعة راحت للأربعة، اثنين وأربعة. الثلاثة راحت للثلاثة، وثلاثة للواحد، ثلاثة وواحد. الأربعة راحت للواحد، والواحد راح للاثنين. يبقى إيش بتساوي الآن هذه بلغة الـ permutations؟ ثلاثة أربعة واحد اثنين، ثلاثة أربعة. طب هل في طريقة أسهل من استخدام هذه الطريقة اللي قبل شوي؟ خلينا نشوف. نحط هنا اثنين ثلاثة واحد أربعة، سيركل اثنين أربعة ثلاثة واحد. إيش بده يساوي لها؟ بده يساوي هذه اثنين، يبقى بدور على المركز الثاني من هنا. إيش المركز الثاني من هنا؟ يبقى ثلاثة. هذه أربعة، إيش المركز الرابع هنا؟ يقبل أربعة، يقبل هاي أربعة. هذه ثلاثة، إيش المركز الثالث هنا؟ واحد، بحط هنا واحد. هذه الآن إيش المركز الأول هنا؟ هذا واحد. المركز الأول هنا اللي هو إيش؟ اثنين. يبقى هذه سهلت لي العملية. بجي أقول هنا المكان هذا اللي هو المسقط الأول، الأولاني، الأولاني هنا إيش بيقول؟ بيقول والله وين إيش؟ المركز الثاني هنا، إيه المركز الثاني هنا؟ هو ثلاثة، بحط ثلاثة. بعدين المركز الرابع هان هو الأربعة، بحط أربعة. بعدين المركز الثالث هان هو إيه؟ واحد، بحط. بعدين المركز الأول هان هو إيش؟ الاثنين، فبحط هنا إيش؟ الاثنين. وبهيك بكون تي سيركل إس، أو إس سيركل تي، هذا إس سيركل تي، إس سيركل تي بيساوي 3 4 1 2، نفس النتيجة اللي حصلنا عليها سابقا. الآن لما نجيب الإس إنفرس، إس إيش بدها تساوي؟ 2 ثلاثة واحد أربعة. طبعا احنا عارفين انه هنا ايش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. الاس انفرس ايش بدها تساوي الآن؟ اس انفرس تساوي هذه اصلا هي واحد واثنين، مع الانفرس ايش بتصير؟ بتصير اثنين وواحد، يعني اثنين اللي هو المركز الثاني في قد ايش؟ واحد المركز الثاني. هذه الآن اصلها اثنين وثلاثة، حتصير ثلاثة واثنين، يبقى المركز الثالث في قد ايش؟ اثنين. هذه عبارة عن ايش؟ ثلاثة وواحد، بتصير واحد وثلاثة، يعني المركز الأول فيه قديش؟ فيه ثلاثة. الأربعة والأربعة يكبر المركز الأول فيه إيش؟ أربعة. يكبر هذا الـ S inverse. نشوف الـ T inverse. T تساوي اثنين أربعة ثلاثة واحد، يؤدي ذلك أن T inverse هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة تساوي، هذا عبارة عن إيش؟ واحد واثنين أصلا، فحصير عندي اثنين وواحد، يعني في المركز الثاني في عندي إيش؟ واحد. هذه أصلها 2 و4، يصير عندي 4 و2، يبقى في المركز الرابع في 2. الآن 3 و3 يبقى في المركز الثالث 3. طبعا ضلت مين؟ هذه 4 و1، يصير عندي 1 و4، يبقى في ايش؟ في المركز الأول 4. تمام هيك. وبهيك بكون انتهى الدرس تبع اليوم.